بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم مهندس علاء شعراوي من قناة الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. النهاردة يا جماعة هعمل حاجة جديدة خالص، وهي إن أنا هعمل يعتبر ماكيت صغير للهرم بس بالمقاسات الحقيقية الفرعونية. على فكرة يا جماعة الهرم ده بيعمل طاقة أو بيجمع طاقة كونية حقيقية بالفعل، أنا جربتها. عشان كده أنا ابتديت أو جرأت إن أنا أعمل فيديو، أنا لو ما كنتش جربتها ما كنتش هعمل فيديو ده خالص. تمام. الهرم ده هتحط تحتيه اي حاجه بس باتجاه معين، اللي هو يا جماعه لو حطينا موس حلاقه قديم هيرجع فعلا تحلق بيه تاني، يرجع جديد. تمام. طبعا انت هتجرب، بس قبل ما تجرب خش ودور الاول على الكلام بتاعي صحيح ولا لا. هتلاقي ناس كتير جدا، كل دول العالم شغاله بموضوع الهرم ده. يا جماعه في دول بتعالج بالهرم، ناس بتقعد تحت الهرم ده بس بالاتجاهات اللي قلت لك عليها، بيعالجهم من امراض كتير جدا جدا. فانت برضو قبل ما تصدقني خش ودور. طيب بعد كده طبعا على فكره الاهرامات الصغنطاطه دي اصغر هرم اهو. تمام. دي كلها برضو معموله بمقاسات، على فكره مش معموله كده، كل دي مقاسات. دي طبعا يا جماعه كده اهرامات الطاقه اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. تمام. النهارده ازاي هنعرف بقى مقاساتها الحقيقيه اللي هي المقاسات الفرعونيه، اللي هو ارتفاع الهرم وابعاد القاعده بتاعته. بصوا يا جماعه، بالنسبه للفراعنه هم لما جم حسبوا ابعاد الهرم حسبوها بطريقه فلكيه هندسيه جامده جدا جدا ودقيقه جدا. يعني بالنسبه للهرم الارتفاع بتاعه دوت، لو خدنا المحيط القاعده، محيط قاعده الهرم، وقسمناها على ضعف الارتفاع هتدينا طه. طه دي اللي هي الباي، اللي هي 22 على 7، اللي هي 3.14. يبقى احنا قلنا لو حسبنا المحيط على ضعف الارتفاع هيديني باي اللي هي 3.14 من 100، اللي هي 22 على 7. تمام. يبقى هم حسبوها بطريقه دقيقه جدا. هقول لك عليها دلوقتي حالا. يلا بينا نشوف المقاسات ونجرب الهرم. بالنسبه للهرم يا جماعه ممكن نعمله باي خامه، انت ممكن تعمله بالعصيان بتاعت الشيش طاووق عادي جدا ويكون مفرغ عادي جدا ماشي. ممكن تعمله بورق، ممكن تعمله بحديد، ممكن تعمله باي خامه. المهم انا هنا باخد خط اهو، المسافه دي يا جماعه 10 11 سنتي ونص وشرط يعتبر 11 سنتي و6 مللي، 11 سنتي و6 مللي. وممكن هو يفضل انك تجيبها في النص ما بين ال6 مللي وما بين ال11 ونص. تمام كده. تمام. بعد كده نفتح البرجل، هنفتح البرجل مسافه 10 سنتي و9 مللي ونص من اول هنا كده لحد، شايف ال10 سنتي اهي، ادي ال9 مللي ونص، ادي ال9 مللي وادي النص ماشي. هنا ممكن بالمسطره الزرقاء دي اوضح شويه اهو، ادي خلينا نقف كده من الزيرو يا جماعه اهو لحد، ادي شوف قبل ال11، شوف اللي هو النص ما بين ال11 اهو، ادي 11 اهي في النص ما بينهم كده، ما بين الشرطه دي وما بين ال11. تمام. نعمل بقى القوس ده كده، نقطعه الناحيه الثانيه، نركز هنا اهو ونقطع ده كده، ده عشان يطلع معاك دقيق جدا او مظبوط بالملي. نيجي هنا نركز في السنتر ده بنفس الفتحة عادي جدا، بنفس الفتحة يا جماعة نعمل كده، مش لازم تكمل الدايرة على الآخر، مش لازم تكملها للآخر، أوكي؟ بعد كده خلاص أنا خلاص قعدة المربع كام ضلع يا جماعة؟ الهرم سوري، قعدة مربعين، أربع أضلاع. نمسك الضلع بقى بنفسه اللي هو الكبير ده اللي هو كان 11 سنتي ونص فاكرينه؟ أهو كده، ونقطع محيط الدايرة، يعني بنفس الفتحة نركز هنا كده ونقطع محيط الدايرة أهو. ادي كده معايا، طبعا ادي واحده، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه. كفايه قوي ما تكملش اي حاجه ثانيه خالص، هتوصل بس الاضلاع دي بالمنظر ده كده. بص يا باشمهندس، هنوصل الدرع ده كده تمام. نيجي بقى من عند السنتر ده هنوصل اضلاع المثلثات بتاعت الجوانب بتاعت الهرم اهي، هنوصلها بالمنظر ده. يبقى كده قاعدتين، وادي قاعدتين اخرين. تمام. بعد كده هنبتدي نقطعهم، نشوف كده مع بعض. بص يا جماعه هنبتدي نقطع الاول القاعده بس، يعني بص من بره كده. طبعا شايف كل ده هيتشال معاك، ما تقلقش خالص، حتى اللي هي الدايره نفسها هتتشال، هيتفضل معاك القاعده بتاعت الهرم اهي.
بعد كده نقطع دول يبقى الهرم ده يا جماعه احنا بنعمله عشان الطاقه ماشي. الهرم بيعمل طاقه وكمان بيغير الطاقه السلبيه اللي عندنا، ده مهم جدا بقى اللي انا بقوله، بيغير الطاقه السلبيه اللي عندنا في اي مكان لخليها ايجابيه. الطاقات السلبيه زي ايه يا جماعه؟ الموبايل، اي حاجه، الكهرباء، اي طاقه في الاوضه بيغيرها لك خالص، بيخليها لك ايجابيه جدا، وتعرف تنام مرتاح جدا. مجرد ما حطيت هرم في الاوضه بتاعتك او في المكان اللي انت فيه هتلاقي نفسك مرتاح جدا. ازاي؟ مش عارف، جرب الاول وانت تشوف. طيب انا بعد ما قطعت ده، بعد يا جماعه ما عملنا ده كده تمام، فلما جتني انت ممكن تيجي تتني بص هتلاقيها مش مظبوطه. في طريقه حلوه جدا، انت مش هتقطع، احنا مش هنقطع خالص، ولكن انت هتمشي بس القطر يا جماعه على دي، هتمشي القطر فقط. بص يا باشمهندس كانك هتقطع، بس يا دوب سنه بسيطه، شوف سنه بسيطه خالص، اللي هو بتعمل حز كده. الحز ده هيخليها تتنيها بالسحتوت زي ما بيقولوا. يبقى انا ما قطعتش، بص ما فيش حاجه اتقطعت. ها بص بقى هتيجي تتني كده اهو، شوف بص اتقطع، بص شوف الحد عامل ازاي. تمام، فدي طريقه جميله قوي تقدر تتني بيها الحاجه بسهوله جدا كده. بص يا باشمهندس ادي الهرم اهو بتاعك. بعد كده بنجيب اي ماده لزق وننزعه. ثواني اجيب بس اللزق. بنجيب ماده، لا اي ماده لزق يا جماعه، ونبتدي نلزق كده من الداخل بالمنظر ده. او حتى بسلوتيب عادي جدا مفيش مشكله ابدا، اي ماده لزق مش شرط صمغ يعني. نسيبه بس ثانيتين هيكون نشف بسرعه بالمنظر ده. خلاص بعد كده يا جماعه اتلزق اهو بالصمغ مفيش مشكله خالص. تمام، المفروض بقى اعمل ايه؟ المفروض انت بتظبط الاتجاه بتاعه، ده اهم حاجه. يعني ايه اظبط الاتجاه بتاعه؟ يعني انت ما بتحطش هرم كده في الاوضه وخلاص، لا انت بتجيب مثلا الهرم بتاعنا اللي احنا عملناه، خلينا على اللي احنا عملناه بس. تمام، بنجيب مثلث 45 كده. اوكي بص يا باشمهندس، انت ده كده شايف الوجه ده كده اتجاه القبله، يبقى انت كده بتصلي في الاتجاه ده. بتصلي فين؟ في الاتجاه ده، شايف كده؟ والهرم اهو. اوكي فنمسك الهرم بالشكل ده، مش ده كده اتجاه القبله اهو، شايف الهرم اهو كده اتجاه ده، هتاخد الهرم كده تحطه على دي، يبقى انت بتصلي في نفس الاتجاه اهو، نفس الاتجاه. بص شايف شايف الخط ده اهو، نفس الاتجاه اللي انت بتصلي فيه. نيجي نقلب الهرم ده الناحية دي، يبقى هنا بيميل زاوية 45، بيميل زاوية 45 في اتجاه القبلة، يمين القبلة، يعني انت القبلة اهو في الاتجاه ده، انت بيميل عليها 45، شايف الزاوية دي كده؟ 45، يبقى الوجه ده بيميل 45 من ناحية ايه؟ القبلة. تمام؟ في الحال يبقى بتظبطه بالشكل ده، وتقدر بقى تحط تحتيه أي حاجة، مش هتبوظ منك أبدًا. على فكرة أنا عملت حاجة تانية أجمل من كده. إحنا عندنا في الهرم بتاعنا، الهرم الأكبر، هرم خوفو، هتلاقي فيه التلت اللي هو بتاع حجرة الملك، في التلت التلت التحتاني من الهرم، يعني ده التلت. المسافة دي كده 2 سم ونص، 2 سم و4 مللي بالظبط. من هنا لهنا 2 سم وكام؟ و4 مللي. اللي هو الارتفاع ده، تمام كده يا جماعة؟ 2 سم وكام؟ و4 مللي. دي بتحطها هنا أهو كده، خلينا في دي أحلى. وتقدر تحط الحاجة، أي حاجة مثلا. هنا طماطم، أي حاجة مثلا بتبوظ بسرعة. وسيبها براحتك بقى خالص، لو حطيت موز برده في المكان ده هيرجع تاني حد تقدر تحلق بيه تاني، موز قديم يعني مش موز جديد، اوكي؟ طيب، كمان انا عملت التجربه دي، انا قلت لكم مش هعمل الفيديو ده الا لما اعمل التجارب الاول. فجبت الطماطم دي، على فكره دي بقى لها شهر، بص حصلها ايه؟ ولا اي حاجه. هي كرمشت بس، ولكن تقدر ما فيهاش، ما باظتش. لكن اللي انا حطيت في اللي انا كنت حطيتها بره الهرم باظت. يعني حتى لو قطعناها كده اهو، وبرده جربتها، ودي جربتها برده في هرم تاني، برده دي بقى لها حوالي 20 يوم ما حصلهاش حاجه زي ما انتم شايفين اهي. لو احنا قطعناها كده بص ما فيهاش حاجه خالص، اهي نضيفه اهي جميله جدا. يبقى دي بقى لها 30 يوم تحت الهرم ما حصلهاش حاجه خالص، اوكي؟ تمام؟ زي ما انتم شايفين كده ما فيش مشكله خالص. يبقى احنا كده ظبطنا اتجاه الهرم وعرفنا. وجرب الاول، جرب الاول، وممكن حضرتك تشوف برضه فيديوهات كتير قبل ما تبتدي تجرب التجربه دي عشان ما تتعبش نفسك على الفاضي. تمام، وتشوف كلامي صح ولا لا. وبكده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس ليصلك كل جديد. نورتوني، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.